برحب بحضراتكم مرة تانية معنا، وبنبدأ أولى فقرات حلقتنا النهاردة باكرا يا رب تسمع صوتي. النهاردة هنتأمل في جزء من الأصحاح 11 من إنجيل معلمنا لوقا، تحديدا هيتكلم عن سراج الجسد وهو العين. الآباء علمونا وقالوا لنا أن بوابة الأفكار هي الحواس، لكن لما نتكلم تحديدا عن العين وأهميتها، إيه يعني العين البسيطة ويعني إيه عين تكون شريرة أو عين حسدة؟ كتير مننا ممكن يخاف أن عين حد تحسده في أي حاجة حواليه، هل ده فعلا موجود حسد العين ولا لا؟ ليه دايما لما بنقرأ في الكتاب المقدس وفي العهد القديم تحديدا أن رئيس الكهنة كان بيهتم أن السراج طول الوقت يكون منور، مهما كان ليل أو نهار لازم حريص أن السراج يكون منير؟ أكيد ده ليه إشارة من العهد القديم للعهد الجديد، أورشليم الأرضية اللي زالت، لكن النهاردة بنتكلم عن أورشليم السمائية، النعمة الكتير اللي ربنا ادهلنا. النهاردة من خلال إنجيل معلمنا لوقا أصحاح 11 هنشوف سراج الجسد وهو العين. سعدني وشرفني يكون ضيفي أستاذ سامح رمزي الخادم بكنيسة القديسة العذراء مريم ورئيس الملائكة الجليل ميخائيل بالمنصورة. أهلا بحضرتك، صباح النور. صباح الخير، أهلا بحضرتك. أهلا بيك. لما نقف عند العين وبالكلام الدارج كده واحنا بنتكلم، الانسان ده بسيط، بص عينه بسيطه، ما نخافش منه انه يحسد، يبص بصه وحشه لحد، يعني يمكن ده حتى في لغتنا الدارجه من غير ما ندرس الانجيل او نشوف قصد معلمنا لوقا، لكن لما تكون دي وصيه الهيه في الانجيل لازم نقف عندها ونشوف اللي ربنا قصده يقول لنا ايه. خلينا الاول مع حضرتك ومع كل الساده المشاهدين نسمع الجزء ده من الاصحاح ونرجع نكمل التفسير والتامل. سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما. فإن كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون؟ تعالوا نرجع لورا شوية ونشوف قصة السراج وأهميته، وليه كانت دايما زمان الكهنة أو خلينا نقول الكنيسة باللفظ الأصح دلوقتي لو هنتكلم في العهد الجديد، كانت دايما حريصة أن السراج ده يكون منور طول الوقت. برحب بحضرتك مرة تانية ونرجع كده للعهد القديم ونشوف قصة السراج وليه دايما كان لازم يكون منور. السراج ده كان عبارة عن أنديل كده بيعمر بالزيت، حتى ذكر في مثل الخمس عزارة حكيمات أو الشمعة أو الشيء اللي كان بيعمر بشيء يعني كده أو أسلوب وقود عشان ينور، لأن ما كانش فيه كهرباء طبعا زمان، فكان السراج ده هو الشيء اللي هينور المكان كله، وكانوا دايما بيقصدوا أن هم يحطوه في مكان عالي على أساس أن هو يقدر ينور المكان كله والمكان ما يبقاش فيه أي جزء مظلم. فالسراج ده كان أسلوب الاستنارة بالنسبة للعهد القديم، لأن ما كانش فيه أي أسلوب للتنوير به يعني المكان. احنا كده بنتكلم عن المكان كمكان وإنارة، لان ما كانش فيه كهرباء، فدي الطريقة اللي بينوروا بيها، دي كانت الطريقة اللي بينوروا بيها. او كان ليه مغزى بقى، ليه مغزى بقى طبعا هنا هو ان هو ينور الحياة بقى. احنا لو جينا هنا نشوف بقى هو كاستنارة مش كنور لمكان عيني، لا احنا هنتكلم على سراج هو استنارة ومعرفة وتنوير. يعني لو جينا لو حد كده جي قال لي اي موضوع وانا مش فاهمه فهقول له نورني، مش نورني يعني هات لمبة نورني، يعني هو نورني يعني اديني معرفة اكتر، عرفني الحقيقة على اساس ان انا مش قادر افهم يعني. ومن هنا كان سراج الجسد أو الاستنارة
اللي كان يقصد بها سيد المسيح في كلامه، ان لابد ان احنا نعرفه وان احنا نستنير ونزيد علم بيه ونعرف حقيقة السيد المسيح وألوهيته، اللي كان طبعا اليهود كانوا منكرينها وكانوا مش كان رافضينها وكانوا مش عايزين ان هم يقبلوها. فكان قاصد السيد المسيح ان هو يقول لهم نوروا حياتكم بيا، اعرفوني اكتر، ادخلوا ليا اكتر واعرفوني اكتر وزيدوا معرفتكم بيا. فكان استعان السيد المسيح بكلمة سراج، هنا مش طبعا كلمة كمعنى عيني، لا هو كان مفهوم بيه او المقصود بيه المعرفة الاكتر بيا والاستنارة الداخلية والتنوير الداخلي للجسد. هو استعان كمان السيد المسيح بالكلمة دي او بفكرة السراج في اكتر من موضع في الانجيل، يعني في انجيل معلمنا متى تكلم عن السراج، هنا في إنجيل معلمنا لوقا برضو تكلم عن السراج، وده بيورينا أهمية الاستنارة وإزاي ربنا عايز يخلينا نبقى مشرقين من جوه قادرين نشوف. تمام. حتى السيد المسيح له المجد ألفا ليضيء نوركم قدام الناس ويروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. فكان دايما السيد المسيح يحرص على أن احنا نكون مستنيرين، لازم نكون منورين لغيرنا بالأعمال طبعا قدام الغير، عشان نكون احنا مصدر طاقة إيجابية لغيرنا، يعني أو نصدر طاقة إيجابية لغيرنا. نتكلم عن العين بشكل عام. الآباء قالوا أن الحواس دي دايما هي مدخل الأفكار، سواء أفكار شريرة أو أفكار كويسة أو صالحة. الإنسان اللي بيقدر يستغل حواسه بشكل مظبوط، يقفلها إزاي، يفتحها إمتى، يتحكم فيها بالضبط كده، بشكل عام فكرة الحواس. لكن ليه التركيز على العين؟ هو طبعا التركيز على العين لأن ده الباب اللي بيخش للجسد عن طريقه، أو أول شيء بيخش أي حاجة عن طريقه، يعني الريسيفر بتاع الجسم، جهاز الاستقبال للجسم. هو أي حاجة أنا ممكن أتعرض ليها أول حاجة بستقبلها عن طريق العين. فالعين ده يعني حاسة مهمة جدا وحاسة خطيرة جدا، لأن أول ما أنا بنظر لأي موضوع فاستقبله بالعين، فده شباك اللي هو لو فتحته هيخش النور. وإزاي هفتحه بقى، أو إزاي هبص بقى بالعين ديت؟ ما أنا ممكن تكون عيني بصة بسيطة للشيء ده هوت، فده شيء جميل جدا. أما لو كانت بقى بصة بطريقة أخرى، وده اللي احنا مش عايزينه، وده اللي احنا هنتكلم فيه، اللي هو ممكن يوديني لطريق تاني إن ربنا مش عايزني أمشي فيه خالص. يعني نشوف يعني إيه عين بسيطة ويعني إيه عين مش بسيطة أو عين شريرة، وبالتالي هتكون في نظرة بسيطة للحاجات أو للأشخاص وعكسها موجود. ولو الشخص دايما بيلمس لنفسه الأعذار، يعني هو شاف منظر معين أو مشهد معين ما كانش قاصد أنه يشوف ده، وبالتالي العين بتترجم لأفكار وبتدي بقى تقع في حاجات تانية. ففكرة إن البساطة يعني إيه عين بسيطة، وإزاي الإنسان يتحكم في أن عينه تبقى بسيطة أو لا. العين البسيطة هو إن أنا أنظر لكل شيء ببساطة وبمحبة. يعني أنا لو بصيت في تعاملاتي مع الآخرين لابد أن يكون فيها محبة. لو بصيت لأي شخص حتى أخطأ في شيء ما دينوش أبص ببساطة، يعني حتى المثل الدارج بيقول يعني نبص للجزء المليان في الكوباية، مش نبص للجزء الفارغ. يعني نبص لكل شيء ببساطة بمحبة، ما نتعلاش، ما نبصش لأي شيء بشهوة. مش لازم تكون شهوة الجسد، يعني أو يعني ممكن تكون شهوة مال، تكون شهوة تعظم معيشة، تكون شهوة، لا نبص لكل شيء ببساطة. وبعدين أنا لو ربنا أعطاني أي تجربة ما أبصش بقى بغيظ كده وبحسد لغيري، طب ما هو غيري أهوت قاعد ما فيهوش أي حاجة، وشمعنا يا ربي أنت أعطيني ده، شمعنا أنت يا ربي مستقصدني أنا. لا، أنا لو خدت كل شيء ببساطة وتقبلت أعمال ربنا وأعرف أن ربنا بيعمل ده للصالح فيما بعد، لست تعلم ما أنا أصنعه الآن ولكن ستعرف فيما بعد. يعني ممكن يكون ربنا بيعمل أو بيعرضني لتجربة معينة دلوقت لشيء أعظم. أنا بشوف نفسي دايما أضعف، يعني لما نقارن نفسنا نيجي نقول لحد القديسين كانوا كذا زمان، الشهداء استحملوا حاجة معينة، ونفضل نتكلم عن فكرة إن زي نحتمل أو نستقبل الضيقات بفرح.
احنا بنشوف ان القديسين دول وصلوا لمكانة معينة والمرتبة معينة بعد ما تدرجوا في ده، بعد ما مروا لانهم عاشوا حياة البساطة، عاشوا حياة الفرح في كل اعمال ربنا في حياتهم، عاشوا بشكر لكل ما يفعله ربنا في حياتهم، ما خدوش الموضوع باهمية او بغيظ جامد كده لو اتعرضوا لاي تجربة، لا بالعكس عرفوا ان ربنا بيعمل ده لصالحهم وللخير. زي ما قلت من شوية ان ربنا ممكن يكون عطيني تجربة عشان انا بعدت عنه، انا شردت بتفكيري، انشغلت بشيء، فربنا اداني التجربة ديت عشان يفكرني بيه، تعالى يا حبيبي ليا ارجع تاني، تعالى نتقابل على المسبح وكل جسدي واشرب دمي، تعالى اعترف وعود ليا تاني وعيش في النور بتاعي، عيش في الحياة بتاعتي، تعالى انا واقف على قلبك اقرع، افتح اخش اتعشى معاك وانت معايا. ممكن اكون التجربة ديت انا واخدها لان لا ربنا كده يعني كرهني، ربنا نسيني، ربنا لا بالعكس، ده هو ربنا بيهدف ان انا ارجع له تاني او بيعاقبني. يعني كتير جدا بنحس ان احنا عاملين حاجة غلط، كل انسان بيبقى عارف اعماله، ولما بتيجي تجربة يبقى ده عقاب ربنا ليا، وبتدي حتى لو بستسلم ما بيبقاش بشكر قد ما احساس بالذنب ان انا عملت حاجة غلط وده العقاب. لكن تمام، انا اشكر ربنا ان هو بيعاقبني، أو يعني هو طبعا عقاب ربنا بيبقى بمحبة برضو مش بمعنى كلمة العقاب، لأن ده أب حنون. يعني أنا ممكن أنا اتعرضت للنقطة دي عشان نصحح مفهوم العقاب. لا هو ربنا مش بيعاقب يعني حاشا لله، يعني مش جلاد يعني هيجلدني، لا بالعكس ده هو بيعاقبني بمحبة عشان يجيبني تاني برضو، أو هو بينور بصيرتي لو كانت تاهت في العالم في شهوات في انشغالات تانية، فهو ربنا بيدين التجربة دي كعقاب بسيط زي ما الأب كده يعاقب ابنه كده بخبطة صغيرة أو بشدة ودن صغيرة لسه هقول اهوت، فيعني حاجة بسيطة كده يعني عشان كده لا ما تعملش كده، يعني هو كده مش بيكره ابنه طبعا لأن ده أب حنون لينا يعني. صحيح. فالعقاب ما بيكونش بالمعنى اللفظي اللي احنا فاهمينه عقاب يعني. لكن احنا مفروض ان نستسلم للتأديب ده لأن بنبقى عارفين انه لصالح. ده اكيد، ده هو كده بينور لي طريقي وبيعرفني ان انا كده كنت ماشي غلط، ما هو كده بيصحح لي مصاري. هو بالتجربة دي بيصحح لي مصاري يعني. حضرتك في البداية اتكلمت عن أهمية أو ارتباط الجسد بالعين، لما اتكلمنا أن مدخل الأفكار بتكون هي الحواس أو عن طريق الحواس، لكن العين تحديدا ليها وضع خاص. فكرة أن الجسد يكون مظلم بسبب العين، يعني إيه الجسد يكون مظلم؟ الظلام ممكن نقول أن العين هي اللي تكون مظلمة، إنسان بيصاب بالعمى سواء العمى الروحي أو العمى بالبصر بالفعل يعني. تمام، دلوقتي احنا جوانا المسيح بنوره، جوانا الروح القدس بلمعانه، احنا لو اهملنا ان احنا نسكل هذا النور بداخلنا بالاعمال الكويسة، لا عملنا اعمال تغضب ربنا، عملنا اعمال ما بتسكلش وما بتزيدش لمعان الروح القدس بداخلنا، هنمثلها كده بلمبة كده جه عليها شوية تراب، هي اللمبة فيها النور زي ما هو، لكن التراب اللي جه عليها خلى الإضاءة بتاعتها بقت ضعيفة، إضاءتها ما بقتش باللمعان بتاعها الأولاني يعني. فهو ده اللي ممكن يخلي الجسد مظلم أو النور اللي بداخلنا أظلم يعني، ما بقاش بلمعانه وبريقه الأولاني. فإحنا بسرعة لازم نشيل شوية التراب دول ونشوف التراب جه منين عشان نقدر إن إحنا نمنعه، ونرجع تاني النور بتاع الروح القدس ونور المسيح بداخلنا يرجع يشاع تاني يعني وينور تاني من جديد. فرق بين إن النور زي ما حضرتك بتقول كده جه شوية تراب على اللمبة خلوها نورها بقى خافت، لكن مش مطفي خالص يعني، لا مش مطفي النور زي ما هو، لأن يعني بنفهم الآية بإن روح القدس ممكن يفارق الإنسان بسبب التجديف أو رفض عمل النعمة وعمل الروح القدس داخل الإنسان، إنه بينطفئ ما بقاش موجود جواه. ده لو احنا وصلنا بقى يعني للتجديف، لو وصلنا لإنكار المسيح، لو وصلنا لدرجة ده كده ينطفئ الروح القدس بداخلنا وينطفئ نور المسيح بداخلنا، لكن احنا اللي خلينا نوصل لكده يعني، لا ده احنا نخلي يعني احنا نزعل لو شوية تراب بس جم على اللمبة يعني. فما بال حضرتك لو لا سمح الله أنكرنا المسيح أو أن الروح القدس انطفأ بداخلنا، لا ده تبقى مشكلة كبيرة ويبقى الظلام الحالك اللي ملوش رجع يعني. لكن بيفضل الباب دايما مفتوح، يمكن أنا سألت حضرتك السؤال ده لأن نأكد أن النور دايما موجود حتى لو جاي عليه غبار جاي عليه تراب. بالضبط كده، نور ربنا موجود دايما بداخلنا، الباب مفتوح
احنا نجتهد بقى ان احنا نرجعه تاني بلمعانه وبريقه تاني. يعني احنا نجتهد باعمالنا ان احنا نرجع ننشط تاني روح القدس بداخلنا. طبعا هيتنشط روح القدس بداخلنا ازاي؟ نرجع للصلاه، نرجع للصوم، نرجع زي ما قلنا للقاء المسيح على المذبح بالتناول والاعتراف، نرجع بان احنا ما ندينش حد، ما نحب الغير، ما نحسدش حد زي ما حضرتك قلت من شويه، ما تبقاش عيننا عين حاسده لحد، نبقى عايشين في محبة دائمة. كل ده بيسكن الروح القدس اللي بداخلنا وبيزيدها لمعان وبريق بداخل الجسد. فعلا في حسد بالعين، يعني ما بنقول العين الشريرة والإنسان اللي يبص لحد، والناس بقت بتخاف حتى من ده، تخاف إنها توري حاجة لحد، أصل ده عينه وحشة أصله وبيحسد. ده فعليا موجود ولا الشيطان هي بتبقى الشيطان هي بتبقى يعني إيه اجتهادات من الشيطان لينا؟ يعني هي بتبقى اجتهادات من الشيطان، بس هو الحسد موجود من كل حسد ومن كل تجربة. يعني اتوجد في صلاتنا وفي كتاب الحسد موجود. هو الحسد عبارة عن ايه؟ عن الشيطان بيستغلنا لضعفنا، ان احنا ممكن ينشط جوانا التفكير ده او الغيظ ده بالنسبة للاخرين، فده عمل الشيطان، فاحنا سرعان من نرفضه ونشيله من حياتنا وننهر الشيطان بافكاره الحاسدة ديت ونرجع عنا البسيطة تاني المحبة للغير. يعني صحيح، إذا كان الشيطان نفسه بيحسد الإنسان بيحسده على النعمة، على النعمة اللي هو فيها، على محبة تمام ربنا ليه وعلى الفرصة. يعني أنا بأكد إن الشيطان دايما بيحسد الإنسان إن عنده فرصة وهو لأ، وهو لو يعني اتسمحته الفرصة دي هيندم على اللي عمله وهيرجع بسرعة. يعني الشيطان نفسه يعني، فهو طبعا بيحسدنا على النعمة اللي احنا فيها. صحيح، نشكر ربنا يعني. صحيح. الكتاب كمان قال إن أعثرتك عينك فاقلع، ولما بنشوف أو بنقرأ قصة القديس سمعان الخراز ولما فهم الآية دي بطريقته هو وببساطة قلب، يعني تصرف ده أكيد ببساطة، لكن ده مش المقصود من الآية. أكيد ربنا بيتكلم في إن نقلع العين مش معناها إن احنا نقلع الخطيئة اللي سببتها العين، نفسرها ونشوف كمان نعمل ده إزاي. نقلع الخطيئة اللي سببتها العين، يعني هو مش المفروض سمعان الخراز هو ببساطة زي ما حضرتك قلتي برضو إن هو من شدة محبته لوصايا ربنا هو نفذها بالفعل، أقلع عينه بالفعل يعني. لكن هو المقصود طبعا بإقلاع الخطية اللي جت عن طريق العين ان احنا نقلعها من حياتنا، ما نديهاش فرصة ان هي تدخل حياتنا، الخطية يعني. وحتى كان سيد المسيح ما قالش العين بس، يعني هو قال عصرتك يدك، ان يعني اجزاء الجسم عامة، اذا كان الجزء من الجسم ده هو اللي كان سبب في الخطية، مش المقصود بها ان احنا بالفعل نبتر هذا العضو، لكن احنا نبتر الخطية من جذرها، اللي كان سببها هذا العضو الجسدي يعني. لكن المقصود او المعنى الاشمل هو ان احنا نرجع عن الخطيه اللي احنا عملناها ديت ونتوب عنها، يعني ما نعملهاش تاني، اللي كان سببها جزء من الجسد. القرار دايما صعب، يعني الانسان لما بيبقى غرقان في خطيه او حتى لو حاجه واحده بس دايما متعلق بيها وبيحاول في باقي امور حياته يمشي مع ربنا، وتيجي تتكلم معاه على النقطة أو على القضية المحببة ليه ولقلبه بتلاقي الكلام صعب والقرار صعب. يبتدي إزاي؟ يبتدي منين؟ ومن غير ما نقول للناس أعمل ده امشي، الناس بتحس إن اللي بيقولها كده أو بينصحها هو مش حاسس باللي هو فيه، بيبقى في حالة صراع مع النفس. يبتدي إزاي ويمشي خطواته إزاي؟ هو طبعا لابد من الجهاد، طالما أنا طالب المسيح لابد ان انا يعني اجاهد زي ما بولس الرسول قال جاهدت جهاد الحسن، لابد ان انا اجاهد ولابد ان انا اعيش الحياه الروحيه مع المسيح. هي هتبقى في الاول صعب بالنسبه لي انا، هي مش صعبه عامه لو احنا بصينا لها، هي مش صعب ان انا امشي في حياه ربنا، لكن انا كاني واقع في الخطيه ديت وحبيبها قوي، فاكر ان هي ديت يعني كل حياتي وهي دي اللي مفرحه قلبي يعني. لكن انا شويه بشويه ان انا أبدأ بالصلاة، أغصب على نفسي يعني، في الأول تغصب وبعدين تعود وبعدين تلذذ، يعني هو ثلاث تقات إن أنا تغصب أغصب تغصب أغصب على نفسي، بعد كده تعود فأنا هتعود، بعد كده تلذذ بالمسيح بقى لأن أنا تعودت إن أنا أصلي، إن أنا أتناول، إن أنا أعترف. فالثلاث تقات دول حلوين خالص، إن أنا أحاول إن أنا أجي على نفسي، أغصب على نفسي شوية
فدي التغصب. بعد كده هتعود ان انا بدات اصلي، بدات اروح الكنيسه، بدات اتناول، بدات اعترف، بدات اعمل كل اعمال المسيح، ده تعودت على كده. بعد كده هحس بقى بالتلذذ بربنا في حياتي، فهعيش الحياه الروحيه المطلوبه مني يعني. بس نبدا الاول وربنا واقف، انا لو بدات بخطوه اروح ناحيه المسيح هو هيجي لي 10 خطوات، بس ابدا انا الخطوه. وهو دايما مستنينا احنا نبدا، مستنيني وفاتح ذراعيه وصدره يعني. هو ما بيحبش يقتحم حياه حد يعني، من تعاملاتنا مع ربنا، ربنا مش بيقتحمنا، دايما عايز الخطوه الاولى مننا. هو مستنيني الخطوه الاولى، مستنيني الخطوه الاولى ابدا ونسيب الباقي على ربنا. هو ربنا مستني الخطوه ديت، واقف على الباب يقرع، انا بس افتح الباب هيخش ويتعشى معايا ويتعشى معاه ويعيش في حياتي كلها يعني. صحيح. الثلاث تقات اللي حضرتك قلتهم يمكن لو فكرنا فيهم شويه هنلاقيهم بيحصلوا بس بشكل مختلف. وقت ما بنغرق في الخطيه، يعني الخطيه في بدايتها بتبقى صعبه، وبيبقى في ناس بتحس الانسان على الخطيه وبيبقى مش عاوز ومتردد وحاسس انها حاجه تقيله وازاي يعمل كده، وبيفضل يكلم نفسه كتير قبل السقوط. لكن مجرد ما غيره او الشيطان بيغصبه على انه يقع فيها بيبتدي حاله تعود على الخطيه، وبعدها بيبقى في تلذذ كمان بالخطيه. دي الحاله السلبيه بقى والحاله العكسيه اللي احنا مش عاوزينها خالص، احنا عايزين نتلذذ ونتعود ونتغصب من الاول على الحياه الروحيه. طبعا الخطية مغرية جدا، والشيطان بيغريني قوي بالخطية وبيلمحها في عينيا قوي وبيحببها ليا قوي وبيقربها ليا قوي، بس لابد ان انا اشتري اللي اعظم من ده كله، اشتري ربنا يعني، واشتري المسيح اللي فداني بدمه. فلابد ان انا ما تلذذش بالحاجات الفانية ديت او الحاجات الزائلة، لابد ان انا اتلذذ وتعود وتغصب على حياة المسيح مش الخطية يعني. هي بتبقى صعبة، لكن بالعزيمة والقدرة بتاعتي طبعا، بمساندة الصلاة والصوم، لأن الصلاة والصوم دول بيعملوا حاجات كتيرة جدا جدا يعني، نقلوا جبال يعني الصلاة والصوم. اختبرهم هيعرف قوتهم بالظبط كده، وأنا لو جربتهم هعرف قوتهم كويس قوي. أنا مش أنا بحد ذاتي يعني، إحنا كلنا أو اللي واقع في الخطية هنلاقيها قوية جدا وبتخليني عندي عزيمة إن أنا أعمل كل شيء يعني. صحيح. خلينا نروح لجزء تاني. كتير بنقرا ايات في الكتاب المقدس ونحس انها فيها نوع من التهديد الوعيد، بنخاف لما نقراها يعني. في ناس كتير جدا لما تروح لسفر الرؤيا وتقرا غير انه بيبقى صعب ومحتاج تفسير، لكن في ايات بنخاف ان احنا بنقراها، مشهد مهيب، ازاي هنوصل للمرحله دي، ازاي هنوصل لليوم ده. لكن يمكن في الاصحاح اللي احنا فيه في كمان بعض الايات اللي بنقف قدامها، يعني لو اخذنا ان كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون، فكره ان الظلمه اللي الانسان ممكن يعيش فيها واللحظات الرهيبه اللي ممكن الانسان يعيش فيها دي اكيد لازم نقف عندها، ومش عيب ومش غلط ان احنا نخاف من المصير المحتوم. يعني لو حبينا نتكلم في النقطه دي شويه ونشوف ليه ربنا بيحط بعض الايات او في الانجيل موجوده بعض الايات اللي لازم نحس برهبه واحنا واقفين قدامها، ومش عيب اننا نخاف. تمام. هو احنا قلنا ربنا حنون وربنا بيحبنا قوي، لابد انه لكن لابد انه يوقفنا في لحظه معينه. لا، الموضوع مش هزار بقى، الموضوع حاسب نفسك، الموضوع خلي بالك ان لو انت دخلت في المنطقه دي لا كده يبقى ايه خطر بالنسبه لك. يعني حاسب نفسك، سيد المسيح دايما يقول لنا حاسب نفسك، اقف مع نفسك. لان احنا من شويه قلنا احنا لو الروح القدس اللي جوانا انطفأ، طب كم بالظلام بقى اللي هيبقى جوانا يعني. اذا كان النور اللي فينا اللي هو نور المسيح ونور الروح القدس احنا بنطفيه بايدنا، طب لو ده انتزع مننا اتشال من جوانا، طب الظلام بقى هيبقى ايه بعد كده؟ يعني احنا جوانا نور وبنطفيه وبنمشي في طريق كله غلط. طب ده لو احنا يعني بعدناه عندنا، خلينا النور اللي جوانا ده طفيناه بايدينا طبعا بافعالنا يعني، طب بعد كده ايه كان بالظلام اللي هيكون جوانا بعد كده؟ فلازم يشعرنا سيد المسيح هنا بالخطر اللي احنا هنبقى فيه، ان انت فيك نور ورايح للضلال بايديك يعني، فما بالك بقى لو انتزع منك هذا، هتبقى في
كم الظلام اللي جواك بقى هتعمل ايه؟ لازم هتشعر بالخطوره ساعتها، ولازم السيد المسيح يقول لنا خلي بالكوا هنا لا كده يبقى في الخطوره بقى الكامله، ولازم هو مش تهديد ولكن انذار. صحيح، انذار خلي بالكوا، مهم الانذار. يعني بنقف عند كلمات مثلث الطوبة البابا شنودة الدالت وتأملاته عن الموت والناس اللي بتخاف من الموت، ولازم نفكر ان بعد الموت مفيش فرصة. الكلمة دي لو فضلت في ذهن كل انسان فينا ان بعد الموت مفيش فرصة، هنحس ان مهم لحظات الانذار اللي بنقف قدام الانجيل فيها. تمام، ليس في التراب من يسبح. يعني احنا خلاص الفرصة اللي قدامنا ان احنا على الارض ان احنا نقدم توبة عن خطايانا، ان احنا نعيش حياة روحية مع المسيح. دي لو خلصت، طب بعد كده هنعمل ايه؟ ليس في التراب من يسبح. بعد ما خلاص الحياة الارضية ديت اللي ربنا، او الفرصة او حياة الغربة اللي احنا فيها ديت، دي فرصة بالنسبة لنا، لو ضيعناها بعد كده هنعمل ايه؟ ما عادش بقى خلاص، دي اخر فرصة لينا يعني. صحيح، قد ايه ناس بتتمنى لحظة من اللي احنا عايشينها دلوقتي، لحظة واحدة يقدموا فيها توبة. وده يخلينا نقول ان ربنا مستني الانسان يقدم توبة ولو في الهزيع الرابع، ولو في اخر لحظة. اللص اليمين دخل الملكوت في الهزيع الرابع، في الهزيع الاخير يعني. قال له اليوم تكون معي في الفردوس، وكسب الملكوت يعني في آخر لحظة. فربنا ما نقولش لا ده الوقت فات، ما نقولش الوقت فات دي خالص يعني. سيد المسيح ربنا مستني ان احنا نقول له خلاص نوينا على التوبة يا رب، بتاع يعني ادخل حياتي، ارجع له بندم، ارجع له بتوبة واعتراف، وهو يشوف ربنا هيعمل معاه ايه يعني، ولو لآخر لحظة في حياتنا. صحيح. اعرف ناس كتيرة وهم على فراش الموت طلبوا ان هم يعترفوا، طلبوا ان هم يعني يعترفوا خطيتهم ويكفروا عن اي حاجة، وتناولوا ربنا قابلهم ورجعهم لي تاني على اخر لحظاتهم على فراش الموت. وده يخلينا نعرف قيمة التجربة اللي ربنا بيحطنا فيها. تمام. لان الانسان لو بصحته طول الوقت يمكن ما بيفكرش في التوبة، حاسس انه كويس ومالك الدنيا في ايديه، لكن لو كده تجربة جات عليه بيبتدي يراجع نفسه ويفكر، بيبتدي يرجع بالظبط كده لصوابه تاني، وبيرجع لربنا تاني وبيشوف ايه هو ليه ربنا عمل كده، لازم انا عملت حاجة غلط. يبتدي يفتح بصيرته، ربنا يفتح بصيرته عن الشيء الغلط ده ويرجعه لي تاني. صحيح، الوقت بياخدنا، وطول الوقت احنا بنجري عشان نلحق أمور حياتنا اللي ما بتخلصش، فما بيبقاش في وقت نقعد مع نفسنا ونحاسب نفسنا. فبيجي ربنا في وقت معين بيقعدنا بالإكبار زي ما بيقولوا كده، يعني أنا هقعدك عشان يبقى عندك مهلة تاخد وتدي مع نفسك وتفكر. وبنبقى محتاجين اللحظات دي، مجرد أن بنقعد مع نفسنا شوية بيعدي قدامنا شريط عملنا أو حياتنا، يمكن وقتها بنحس أن احنا قد إيه غلطنا في حق نفسنا وفي حق ربنا. هو في حق نفسنا الأول يعني، لأن احنا كده بنظلم نفسنا لما بنقع في أي خطية. طبعا لابد من محاسبة النفس، لابد ان احنا مهما الحياة خدتنا ومهما مشاغل الحياة اتلهينا فيها، لابد ان احنا نقعد نحاسب نفسنا. محاسبة النفس دي جميلة قوي، كان حتى بعض الآباء يقول ان بعد اليوم كده اقعد مع نفسك آخر كل يوم حاسب نفسك، شوف النهاردة انت عملت ايه. محاسبة النفس دي حلوة خالص قبل ما احنا نتوه في الدنيا، وقبل ما يتراكم علينا الخطايا بتاعتنا. لو كنا عملنا حاجة وما حسبناش نفسنا وعملنا وقفة ليها، هيتراكم عليها خطية تانية، هيتراكم عليها خطية تانية تالتة، وهكذا يعني هنغرق في الخطية. لكن محاسبة النفس بتعمل نقطة وبتعمل وقفة على اساس ان احنا نصحح مسارنا ونرجع تاني ونعدل طريقتنا احنا ماشيين بيها خطأ، ونعود لربنا وفي طريقه تاني يعني، وتبقى بداية جديدة. لكن أساسها أن الإنسان يكون بسيط، قلبه وحواسه تكون بسيطة. والنهاردة تحديدا كل واحد هيراجع عينه يا ترى بسيطة ولا لا، لأن دي هتكون المدخل لكل الحواس والباقي كل أفكاره. ودايما في فرصة، ودي أكيد أجمل حاجة نفضل فاكرينها في نهاية الفقرة ونكررها مرة تانية، أن دايما الإنسان عنده فرصة، وده سبب حقد وحسد الشيطان لي. أنا سعدت بوجود حضرتك معي جدا أستاذ سامح رمزي، وشكرك مرة تانية وصباح النور. ألف شكر وصباح الخير. صباح النور. شكرا خالص. شكرا. نخرج لفاصل وبعدها نرجع نتابع مع حضراتكم، ويكون لنا جولة في أهم عناوين الصحف اليومية.